أبرز ما جاء في الصحف لليوم السبت، ونبدأ من صحيفة الأخبار أو الجمهورية عفوا، حيث كتبت أشارت إذن صحيفة الجمهورية إلى أن المشهد الداخلي على مسافة 20 يوما من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون محكوم بتضييع متعمد للوقت، والنتيجة الحتمية لذلك هي سقوط البلد كليا في الفراغين الرئاسي والحكومي اعتبارا من أول تشرين الثاني المقبل. ورأت الصحيفة أن أفق الاستحقاق الرئاسي مسدود بانقسامات، وعلى ما يقول مرجع سياسي مسؤول للجمهورية فإن أي كلام عن إمكان تحقيق انفراج أو خرق على خط هذا الاستحقاق هو نوع من التخريف السياسي. وحتى ولو عقد المجلس النيابي جلسات يومية متتالية لانتخاب رئيس جديد من الآن وحتى آخر يوم من ولاية الرئيس عون فلن تأتي سوى بالفشل، وهذا هو ما قال جلسة الخميس المقبل إن انعقدت في 13 تشرين. ذلك أن ثمة قرارا واضحا ونهائيا ومريبا أيضا لدى بعض المكونات بعدم بلوغ توافق داخلي على الرئيس الجديد، وبالتالي إحداث الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. وفيما يبدو أن القرار بعدم التوافق له بعد داخلي مرتبط بالخريطة السياسية الداخلية وانقساماتها وأجنداتها، وبلا ثقة في القوى والمكونات السياسية والنيابية ببعضها البعض. إلا أن مصادر سياسية موثوقة تؤكد للجمهورية أن لهذا القرار بعد الخارجي رصدا لوجهة الرياح الخارجية من هذا الاستحقاق التي لم تسلك أي اتجاه بعد، وعلى وجه الخصوص الموقف الأمريكي من هذا الاستحقاق. من الجمهورية ننتقل الآن إلى جريدة الأخبار. فيما أعلن الرئيس نبيه بري أن لبنان غير معني بكل السجل الإسرائيلي المتعلق بالانتخابات، شدد مصدر رسمي على أن ليس للبنان ما يقدمه من تنازلات، وهو الموقف الذي نقله زوار الرئيس ميشيل عون عنه أمس، وفيه أن لبنان يقف على أرض ثابتة وقال ما لديه عن وعي وعلم، وأن الرد على آخر رسالة من هوكستين سيكون واضحا وقريبا جدا. بينما أعلن عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك أنه لن يكون هناك استخراج من كريش قبل تحقيق مطالب لبنان. وقال المصدر إن الجميع وعلى رأسهم الولايات المتحدة يعرفون أنه لا يمكن التسويف والمماطلة في الملف أكثر مما حصل حتى الآن، كما يعرفون أن لبنان لا يهتم بالتهديدات الصادرة عن قادة العدو السياسيين والعسكريين، وأن المعادلة واضحة وبسيطة، الاستقرار ثمنه حصول لبنان على كامل حقوقه. وتحدث المصدر عن مساع أمريكية للعمل على صياغات مختلفة للبنود الواردة في المسودة، مشددا على أن أي محاولة جديدة لإطاحة تعديلات لبنان ستواجه بالرفض، خصوصا المسألتين اللتين تتعلقان بخط الطفافات، حيث يصر لبنان ألا صفة قانونية لهذا الخط لا الآن ولا لاحقا، وأن ما يجري هو ترسيم لحدود المناطق الاقتصادية وليس للحدود بين الطرفين، كما أن للبنان الحق الكامل في العمل في حقل قانا وغيره من دون انتظار موافقة مسبقة من العدو بحجة أن إسرائيل تريد اتفاقا مع شركة التنقيب. وعلمت الأخبار من مصادر بارزة أن الفرنسيين دخلوا على الخط بعد التصعيد الإسرائيلي، ونقل الجانب الفرنسي رسالة عبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن إسرائيل لا تنوي التصعيد. وقالت المصادر إن الأمريكيين يقفون وراء الموقف الإسرائيلي لا سيما في النقطة المتعلقة بالتعويض المالي، فالولايات المتحدة هي وراء فكرة التعويض لمساعدة حكومة لابيد على مواجهة الحملة التي يتعرض لها قبل الانتخابات الإسرائيلية، والإصرار على كلمة تعويض يهدف إلى تصوير كأن إسرائيل نجحت في انتزاع إقرار لبناني بأحقيتها في حقل قانا. ننتقل إلى الشرق الأوسط، حيث عنونا محمد شقير لبنان النواب التغييريون لتجاوز خلافاتهم حول انتخابات الرئاسة. يواجه التكتل النيابي لقوى التغيير في لبنان مشكلة تتجاوز الاختلاف بين أعضائه حول مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري إلى التباين في اتخاذ القرارات، بعد أن تعذر عليهم في الخلوة التي عقدوها التفاهم على صيغة لحسم الخلاف. وعلمت الشرق الأوسط من مصدر نيابي بارز في تكتل قوى التغيير أن التكتل عقد ليلة أول من أمس اجتماعا مطولا انتهى إلى تأكيد الخلاف حول الآلية المطلوبة لاتخاذ القرارات بسبب إصرار بعض النواب على أن تتخذ بالإجماع، في مقابل رأي آخر يتزعمه العدد الأكبر من النواب يطالب باللجوء إلى التصويت في حال استعصى عليهم تأمين التوافق. وكشف المصدر النيابي أن النواب إبراهيم منيمني، حليمة قعقور،
سينتيا زرازير وفراس حمدان يقودون المعارضة داخل التكتل الرافضة للجوء إلى التصويت في اتخاذ القرارات في حال تعذر التوافق عليها، في مقابل النواب ملحم خلف، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، ياسين ياسين، رامي فنج، مارك داو، نجات صليبة عون، والياس جرادي وميشيل دويهي الذين لا يرون مبررا للجوء إلى التصويت في حال عدم تأمين الإجماع لاتخاذ القرارات. وتطرق المصدر إلى مقاربة التكتل للاستحقاق الرئاسي وقال إن عزوف إدي عن الترشح بخلاف إرادته كان وراء ترحيل الانقسام بين النواب الأعضاء في التكتل، ولم يعد أمامهم من خيار سوى العودة إلى الأسماء الواردة في لائحة المرشحين التي أعدها التكتل، وهم إضافة إلى صلاح حنين، نصيف حتى، زياد بارود، فيما تردد أن لدى عدد من النواب رغبة في إضافة اسمي نعمة فريم وناجي أبو عاصي إلى اللائحة، وكريم إميل بيطار الذي اعتذر لاحقا عن الترشح. نختم مع أساس ميديا حيث عنونت السيد يجمع باسيل وفرنجية معوض مرشح تحد. إذا ما حصله المرشح ميشيل معوض في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية قبله رقم أعلى من الأوراق البيضاء شبه المحسوبة لصالح الوزير سليمان فرنجي الذي طلب من حلفائه عدم إحراجه واعتماد الورقة البيضاء بانتظار توفير أرجحية نيابية يعمل حزب الله على جزء منها من خلال جمع باسيل وفرنجية في ضيافة أمينه العام السيد حسن نصر الله على ما قال مصدر مقرب من حارة حريك لأساس. اليوم وفي سياق المباحثات التي تجري استعدادا للأسبوع المقبل، قالت مصادر مطلعة لأساس أن بري طلب من حزب الله صراحة أنه اقنعوا جبران باسيل بانتخاب سليمان فرنجية ودعوا وليد جملاط عليه. حتى اللحظة لم يستسلم الثنائي في خوض معركة رئيس تيار المرد الرئاسية ولو من دون إعلان ذلك على الملأ. على مشهد الانقسام السياسي هذا يمضي مجلس النواب بين فريقين يتحسب كلاهما من الآخر، وبحسب مصدر نيابي فإن حزب الله يخشى اكتمال النصاب في لحظة غفلة ومن دون التوافق على انتخاب فرنجي مع حلفائه، فيغتنم خصومه الفرصة لتمرير مرشحهم، بينما يخشى فريق 14 آذار والمستقلين فوز مرشح الممانعة أيضا في لحظة غفلة مشابهة. تقول مصادر على صلة بثلاثي الحزب باسيل وفرنجي إن حزب الله سيرتب جلسة بين الطرفين قد تكون في ضيافة الأمين العام لحزب الله، ولا شيء يمنع حصول مثل هذه الخطوة. قال مصدر مطلع على سياق الاستعدادات والحسابات الانتخابية لأساس أنه في حوار أجراه حزب الله مع باسيل حول الشأن الرئاسي تم تخييره بين ترشيح فرنجية أو قائد الجيش العماد جوزيف هون. بالمنطق فإن فوز الأول لن يسحب من رصيد التيار ولن يؤثر عليه وليس مشروع زعامة، بل على العكس سيكون شريكه في الحكم، فيما انتخاب الثاني سينهي الحالة العونية وسيسحب من رصيد باسيل. على ما قال المصدر هذا إذن مضيف أيضا أن المطلوب من باسيل مقاربة الموضوع الرئاسي بواقعية والاختيار بين مرشحين لا ثالث لهما حاليا، سليمان فرنجية أو جوزيف هون. خلال جلسة الخميس التي ستليها سينفذ حزب الله وحلفائه خطة حماية سليمان فرنجية في البرلمان. ومن أبرز المقالات في الصحف نستكمل أهم المواضيع على الساحة اللبنانية مع رئيس تحرير جريدة سفير حسان ريفي. صباح الخير. صباح النهار لك ولكل المشاهدين الجديد. أهلا وسهلا فيك أستاذ غسان. خلينا نبدأ بالموضوع الأبرز وهو موضوع الترسيم، كيف تقرأ الذي يحصل؟ كتبت بمقالتك أنه هذا الترسيم هو عبارة عن عنتريات انتخابية إسرائيلية. يعني للأسف اليوم في لبنان يعني هناك من يمتهن أن ندب، يعني عن جد للأسف هناك من يريد أن يكون هناك جنازة ويشبع فيها ندب لكي يعني الوضع الداخلي اللبناني أو لكي يسجل النقاط على موضوع الترسيم. الكل بات يعلم بأن كل ما صدر عن قيادة الكيان الإسرائيلي هو داخلي وليس للبنان علاقة بها، خصوصاً يعني أننا نجد أن لبنان يقف على أرض ثابتة. لبنان اليوم لديه موحد وهو
متوافق بين كل مكوناته أو أكثرية مكوناته على موضوع الترسيم، بالمقابل عما انقسام داخلي إسرائيلي واتهامات ومزايدات طبعا، وهذا الشيء طبيعي عشية الانتخابات. لذلك يعني اليوم ما يحصل في إسرائيل هو عبارة عن يعني يدات انتخابية يحاول رئيس الحكومة يواجه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وعم يحاول يستقطب الشارع الإسرائيلي لمصلحته من خلال مثل ما أنا ذكرت بعض العنتريات يلي عم يقوم فيها، لأنه بالنهاية لا الإسرائيل بدها حرب ولا القيادة الأمنية بإسرائيل بدها حرب، وهي صارت بتعرف تماما بأنه أي حرب على عم تكون الخاسرة الأكبر. وكنا شفنا بأنه صدس في غزة كيف كانت نتائجه وانتهت يعني ليس لمصلحة العدو. لذلك اليوم يعني هناك حرب ضروس ما بين لبيد ونتنياهو، هذا الأمر انعكس على لبنان، ولكن في النهاية هذا الترسيم هو مقترح أمريكي، ترسيم لدى المصلحة فيه، خصوصا في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. وطبعا يعني هناك ضغط أمريكي كبير على إسرائيل لكي تقبل بهذا الترسيم، علما بأن هناك قناعة لدى الإسرائيليين بأن لن يكون هناك استخراج من حقل كريش قبل أن يكون هناك استخراج في لبنان. وبالتالي في حال لم يعنان حقه في الغازية، وفي حال أقدم العدو الإسرائيلي الاستخراج من كريش، طبعا المقاومة ستكون بالمرصاد وستضرب حقل كريش، وربما يرد الإسرائيلي بقسوة ويشن عدوان على لبنان، لكن في النهاية ستقع الحرب، وهذه الحرب ستمنع الإسرائيلي من الاستخراج وستمنع اللبنانيين من الاستخراج. وطالما أن إسرائيل تحتاج إلى النفط والغاز يعني بشكل سريع، فإن هذه الحرب ستكون مستبعدة، علما بأن المقاومة ما تزال على موقفها في الوقوف الدولة اللبنانية وخلف قرار الدولة اللبنانية. فإذا قبلت بالمقترح الأمريكي فإن المقاومة لن يكون لديها أي مشكلة، وإذا لم تقبل فإن المسيرات ستكون جاهزة إلى كريش وربما من كريش، كما الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله. والإسرائيلي يدرك تماما والأمريكي يدرك تماما بأن المقاومة في لبنان لا تمزح، وهي عندما تقول تفعل. نعم استاذ غسان، بالانتقال من ملف الترسيم إلى الملف الحكومي، ماذا في آخر المعلومات حول تشكيل الحكومة؟ يعني كمان اليوم موضوع الحكومة الكل يعني بات يشعر الوقت، والكل بات يريد تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع وربما فوري، خصوصا يعني اليوم ما حدا بده يذهب إلى الالتباس الدستوري يلي أنه تخليه يصير انتقال السلطة أو انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال، علما بأن كل الخبراء الدستوريين من كل الطوائف ومن كل الاتجاهات أكدوا بما لا يقبل أن الدستور لا يمنع تتسلم حكومة تصريف الأعمال الصلاحيات الرئيسية. لكن لدى التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية رأي آخر، لذلك يعني هناك جهود من كل، ولا سيما الرئيس نجيب ميقاتي وحزب الله والرئيس نبيه بري، لتشكيل هذه الحكومة منعا لهذا الالتباس وخشية من بعض المغامرات السياسية التي قد يقدم عليها التيار الوطني لتقنع الرئيس ميشيل عون بها، وهذه المغامرات
قد إلى توترات أمنية وربما إلى فوضى وربما إلى فتنة. وطبعا لا أحد اليوم يستطيع أن يتحمل توترات أو فوضى من هذا النوع في ظل الوضع الاجتماعي الصعب والتهديدات الإسرائيلية التي قد تجد منفذا لها من خلال هذه الفوضى. لذلك اليوم هناك اتصالات لم توقف والمحرك ما تزال تسير بأقصى سرعة من أجل إقناع رئيس الجمهورية وطبعا من خلفه النائب جبران باسيل لتشكيل الحكومة، التخلي عن الشروط التعجيزية، خصوصا بأنه بات معلوما بأن النائب جبران باسيل يريد تحقيق في هذه الحكومة ما لم يستطع تحقيقه على مدار 6 سنوات. يعني هناك لائحة من الشروط هو الآن بضغط الله يتراجع عنها تباعا، ولكن في النهاية ضمانات سياسية تمدد حياته السياسية إلى العهد الجديد وتبقي نفوذه في الوقت نفسه على ضمن السلطة السياسية، خصوصا اليوم بأن باسيل يشعر بأن مع خسارة التوقيع الأول ومع انتهاء ولاية عمي الجمهورية يخشى من تراجع نفوذ ويخشى أيضا من حزب سياسي، خصوصا أن سلوكه خلال السنوات الست لم يبقي له صاحبا. وطبعا يعني حتى الحلف هناك عين حمراء من بعض التصرفات التي يقوم بها والتي يعني تترجم أنانية سياسية ولا تمت بصلة إلى المصلحة. ولكن أستاذ غسان، لماذا هذا التركيز على النائب جبران باسيل؟ لماذا تعتبر جبران باسيل هو الذي يسارع إلى الانقلاب على حل أو إلى تشكيل الحكومة؟ مش ملاحظ أنه التركيز فقط عم بيكون على شخص واحد؟ صحيح، لأنه يعني الرئيس ميقاتي كان قبل التكليف تحدث بأنه سيشكل أو سيقوم بتفعيل حكومته كما هي مع بعض التعديلات. وطبعا ترجم هذا الأمر في 29 حزيران، يعني من 3 و7 أيام، يعني وقتها كان في توافق على تشكيل الحكومة أو على إيجاد صيغة مشتركة لتشكيل الحكومة، لكانت الحكومة بلشت عمل من 3 شهور و7 أيام. لكن يوم كان هناك اعتراضات، طبعا كنا نتذكر موضوع التسريب اللي صار. وطبعا اليوم يعني هذه الحكومة يجب أن تبصر النور، لأنه ما بقى في مجال، ما بقى عنا، وإحنا يمكن كل اللي عنا اليوم 16 يوم وبعدين يبدأ يصبح مجلس النواب عبارة عن هيئة انتخابية. وطبعا يعني الحكومة نجيب ميقاتي سارع إلى تبديد هواجس رئيس الجمهورية وإلى تلبية مطالبه، وكان هناك إيجابية كبيرة بإبقاء وزير الطاقة وبطلب من رئيس الجمهورية بتسمية الوزير السني والوزير الدرزي، ولكن أن لا يستفز المكونات. كان في هناك أكثر من اتفاق رعاه حزب الله، وخصوصا سفر الرئيس ميقاتي الى نيويورك الى الجمعيه العامه للامم المتحده، وكان من ان يعود الرئيس ميقاتي وان يشكل هذه الحكومه سريعا، وهو الاتي بدعم دولي بعد اللقاءات اللي عملها بنيويورك. ولكن كلما كان هناك اتفاق وكلما يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على صيغة مشتركة يأتي من يضرب هذه الصيغة ويعيد الأمور إلى نقطة الصفر أو إلى المربع الأول بالشروط. لذلك يعني بات واضحا اليوم بأن جبران إما أن يريد حكومة يكون له نفوذ وأن يحكم هو وأن يكون له الكلمة الفصل في مرحلة الفراغ الرئاسي، أو أن يحصل على ضمانات في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه بارك بأنه من المستحيل إلى رئاسة الجمهورية. وطبعا أن النفوذ سيتراجع مع
انتهاء الولاية الرئاسية. لذلك يعني هو اليوم إما أن يكون لديه حكومة يستطيع من خلالها بسط نفوذه أو تعزيز نفوذه، أو أن يذهب البلد إلى فوضى دستورية بالالتباس الذي تحدثنا عنه. وطبعا عندما تحصل هذه الفوضى ربما يكون له فرصة أكبر في التسوية التي يمكن أن تحصل، سيكون باق ضمن المعادلة السياسية. ولكن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع أن يرتقوا إلى تحقيق مصالح الناس، أننا نرى بأن البلد يكاد يلفظ أنفسه الأخيرة، والناس وصلت إلى معاناة عدم وجود الخبز والمياه. نعم أستاذ غسان، المفترض التخلي عن الأنانيات والذهاب نحو تحقيق. شكرا جزيلا. نعم، وضحت وجهة نظرك على كل حال. شكرا لك الصحفي غسان ريفي. شكرا.